لابد لكل صلاة من استنجاء؟ لا، إذا استنجى الإنسان مرة واحدة كفى ما لم يكرر قضاء الحاجة، إذا تبول أو تغوط فإنه يستنجي ثم يبقى على هذا الاستنجاء إلى أن يحصل منه خارج آخر غير الريح. أما الريح فليس لها استنجاء، إنما الاستنجاء من البول أو الغائط، يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة مرة واحدة، يعني فترة واحدة يستنجى بالحجارة، يكون بهذا الحجار أو بثلاث مسحات منتية ويكفي هذا. فإذا أراد أن يتوضأ فإنه يتوضأ من غير استنجاء إذا كان قد سبق أنه استنجى ولو في أول النهار. فالاستنجاء ليس هو من أحكام الوضوء، وإنما هو من إزالة النجاسة، ويشترط أن يسبق الوضوء إذا كان خرج منه خارج من بول أو غائط، فإنه يستنجي قبل أن أو يستجمر قبل أن يتوضأ، بقوله صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك ثم توضأ، يعني إذا خرج منه شيء. أما إذا لم يخرج منه شيء فإنه يكتفي بالوضوء. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.